صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. يقول بعض المفسرين المعاصرين يقول بحرمة اللحم المجمد لأنه داخل في هذه الآية. ها؟ يقول أحسن الله عليكم بعض المفسرين المعاصرين ايه؟ يقول بحرمة اللحم المجمد المجمد ايه؟ لأنه داخل في هذه الآية. أي آية؟ قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إن كان قصده أنه مذبوح على غير الطريقة الشرعية، استعق الكهربائي أو بالتدويخ والضرب بالمسدسات حتى يموت، فنعم هذه دار حوله شبهة، أنهم لا يذبحون، لا يذكون الذكاة الشرعية، إنما يذبحون بالصعق الكهربائي وبالضرب بالمسدسات وبالتدويخ الكهربائي، ثم يقطعونها ويعلبونها. نعم، ربما أنه يقصد هذا. نعم.